بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وصلنا إلى قوله رحمه الله مسألة. قال النووي في شرح المهذب: لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به. فقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى: لو كتبت قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله، انتهى. قال الزركشي: وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النهيي، مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقه فيها آية، لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا، لأنه تلاقيه نجاسة الباطن وفيه نظر. النوع السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب كتابته. أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين، أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين، منهم أبو عمرو الداني رحمه الله، وألف في توجيهه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتابا سماه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، بين فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله تعالى. أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار قال: أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام، قبل موته بثلاثمائة سنة كتبها في الطين ثم طبخه، فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم فكتبوه، فكان إسماعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب. ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل، وضع الكتاب على لفظه ومنطقه، ثم جعله كتابا واحدا مثل الموصول حتى فرق بينه ولده، يعني أنه وصل فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق، هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم فرق من بنيه هم يسع وقيذر. ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول كتاب أنزله الله تعالى من السماء أبو جاد. وقال ابن فارس: الذي نقوله إن الخط توقيفي لقوله تعالى: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون، وإن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي أعلم الله تعالى آدم عليه السلام. وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتاب أخبار كثيرة ليس هذا محلها، وقد بسطتها في تأليف مفرد. فصل. القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائه مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمامي. وقال أشهب: سئل مالك رحمه الله هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على كتبته، على الكتبة الأولى. رواه الداني في المقنع. ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: يعني الواو والألف المزيدتين في الرفع المعدومتين في اللفظ، نحو ألو من سورة آل عمران. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. قلت: وينحصر أمر الرسم في الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. القاعدة الأولى في الحذف: تحذف الألف من ياء النداء نحو يا أيها الناس ويا آدم يا ربي يا عبادي، وهاء التنبيه نحو هؤلاء ها أنتم، وناء مع ضمير نحو أنجيناكم آتيناه، ومن ذلك وأولئك ولكن وتبارك وفروع الأربعة ولله وإله، فكيف وقع، والرحمن وسبحانك كيف وقع، إلا قوله تعالى: قل سبحان ربي. وبعد لام نحو خلائف خلاف رسول الله سلام غلام لإيلاف يلاقوا، وبين لامين نحو الكلالة الضلالة خلال ولا الدار للذي ببكة، ومن كل علم زائد على ثلاثة كإبراهيم على ثلاثة أحرف كإبراهيم ويا صالح وميكال جاء إلا جالوت وهامان وطالوت ويأجوج ومأجوج وداود لحذف واوه وإسرائيل لحذف يائه، واختلف في هاروت وماروت وقارون، ومن كل مثنى.
ومن كل مثم اسم أو فعل إن لم يتطرف نحو رجلان يعلمان أضلانا من سورة فصلت. إن هذان إلا قوله تعالى بما قدمت يداك، ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث نحو اللاعنون ملاقو ربهم إلا طاغون في الذاريات والطور وكراما كاتبين، وإلا روضات في سورة الشورى وآيات للسائلين، ومكر في آياتنا وآياتنا بينات من سورة يوسف، وإلا إن تلاها همزة النحو والصائمين والصائمات، أو تشديد نحو قول الله تعالى الضالين والصافات. فإن كان في الكلمة ألف ثانية حذفت أيضا إلا سبع سماوات من سورة فصلت. ومن كل جمع على وزن مفاعل أو شبهه نحو المساجد ومساكن واليتامى والنصارى والمساكين والخبائث والملائكة والثانية من خطايا كيف وقع. ومن كل عدد كثلاثة وثلاثة من المائدة وساحر إلا في آخر الذاريات فإن ثني فألفاه والقيامة والشيطان وسلطان وتعالى والتي اللائي من الأحزاب وخلائق وعالم وبقادر وأصحابه من سورة البقرة، الأنهار والكتاب ومنكر الثلاثة إلى أربعة مواضع من قوله تعالى لكل أجل كتاب وكتاب معلوم وكتاب ربك وكتاب مبين من سورة النمل، ومن البسملة بسم الله مجريها، ومن أول الأمر من سأل، ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة نحو آدم وآخر وأشفقتم أأنذرتم الحمد لله وغثاء، ومن رأى كيف وقع إلا ما رأى ولقد رأى وإلا ونأى والآن والآن من سورة البقرة إلا، فمن يستمع الآن والألفان من الأيكة إلا في الحجر وسورة قاف، وتحذف الياء من كل منقوص منون رفعا وجرا نحو باغ ولا عاد، والمضاف لها إذا نودي إلا يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين آمنوا، أو لم ينادى إلا قل لعبادي من سورة إبراهيم والإسراء، أسر بعبادي في سورة طه وحاميم الدخان فدخلي في عبادي ودخلي جنتي، ومع مثلها نحو واللائي والحواريين ومتكئين إلا عليين، ويهيئ وهيئ من سورة الكهف، ومكر السيئ وسيئة والسيئة من سورة الأعراف، وأفعيين
وفاعينا ويحيى مع ضمير لا مفردا، وحيث وقع وأطيعوني وفتقوني وخافوني فارهبوني فأرسلوني فاعبدوني، إلا في سورة ياسين واخشوني من غير ياء، إلا في البقرة وكيدوني إلا فكيدوني جميعا، واتبعوني إلا في آل عمران ولا تنظروني فلا تستعجلوني ولا تكفروني ولا تقربوني ولا تخزوني فلا تفضحوني ويهديني وسيهديني، وكذابين وكذبوني يقاتلوني أن يكذبوني، ووعيد والجواري من سورة الشورى، وبالوادي والمهتدي إلا في الأعراف، وتحذف الواو مع أخرى نحو لا يستوون فأووا، وإذا الموءودة يئوسا وتحذف اللام المدغمة في مثلها نحو الليل والذي، إلا لفظة الله سورة البقرة، واللهم واللعنة وفروعه واللغو واللؤلؤ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوامة من سورة القيامة، فرع في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة، حذفت الألف من مالك الملك ذرية ضعافا مراغما، خادعهم أكالون للسحت، وبالغ ليجادلوكم وباطل ما كانوا، والميعاد وترابا والنمل من سورة في الرعد والنمل، وعم جذاذا يسارعون أيها المؤمنون، يا أيها الساحر أيها الثقلان، أم موسى فارغا، وهل نجزي من هو كاذب للقاسية وآثارة عاهد عليه الله ولا كذاب من سورة النبأ، وحذفت الياء من إبراهيم في البقرة، والداعي إذا دعاني من سورة البقرة، ومن اتبعني وسوف يؤتي الله وقد هدان وننجي المؤمنين، فلا تسألني ما ليس لك به علم، يوم يأتي لا تكلم حتى تؤتوني موثقا تفندوني، المتعال متاب مآب عقاب في سورة الرعد، وغافر وصاد وفيها عذابي، أشركتموني من قبل وتقبل دعائي، لئن أخرتني أن يهديني إن ترني أن يؤتيني أن تعلمني، نبغي الخمسة من سورة الكهف، ألا تتبعني في طه والبان، وإن الله لهاد أن يحضروني، رب ارجعوني ولا تكلموني، ويسقيني ويشفيني يحييني، وادي النمل أتمدونني، فما آتاني الله خير مما آتاكم، تشهدون بهذه العمي كالجواب من سورة النبأ، إن يرد الرحمن ولا ينقذوني فاسمعوني
لترديني صالي الجحيم التلاق من سورة غافر التناد ترجموني فاعتزلوني ينادي المنادي ليعبدوني يطعموني تغني الداعي مرتين في القمر يسري أكرما أكرما أهانا ولي دين من سورة الكافرون وحذفت الواو من ويدعو الإنسان ويمحو الله يوم يدعو الداعي سندعو الزبانية قال المراكشي والسر في حذفها من هذه الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. أما قوله ويدعو الإنسان فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير، بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأما ويمحو الله الباطل فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله، وأما يدعو الداعي فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين، وأما الأخيرة فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش. القاعدة الثانية في الزيادة: زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع نحو بنو إسرائيل ملاقو ربهم أولو الألباب بخلاف المفرد نحو قوله تعالى لذو علم لما علمناه إلا الربا وإن امرؤ هلك وآخر فعل مفرد أو جمع مرفوع أو منصوب إلا جاءوا وباءوا حيث وقع وعتوا عتوا فإن فاءوا والذين تبوأوا الدار عسى الله أن يعفو عنهم سعوا في آياتنا من سورة سبأ. وبعد الهمزة المرسومة واوا نحو تفتؤوا وفي مئة ومئتين والظنون والرسول والسبيل ولا تقولن لشيء ولا لأذبحنه ولا أوضعوا خلالكم ولا إلى الله ولا إلى الجحيم ولا تيأسوا ولا تيأسوا إنه لا ييأس أفلم ييأس وبين الياء والجيم في جاء وكتب ابن بالهمزة مطلقا وزيدت ياء في نبأ المرسلين وملئه وملئهم ومن آناء الليل في سورة طه من تلقاء نفسي من وراء حجاب في سورة الشورى وإيتاء ذي القربى ولقاء الآخرة بأيكم المفتون بنيناها بأيد أفإن مات أفإن مت. وزيدت واو في أولو وفروعه وسأريكم قال المراكشي رحمه الله. وإنما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات نحو جاء ونبأ ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد، كما زيدت في بأيد تعظيما لقوة الله التي بنى بها السماء التي لا يشابهها قوة
وقال الكرماني في العجائب: كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفا، وصورة الضم واوا، وصورة الكسر ياء، فكتب ولا أوضع ونحوه بالألف مكان الفتحة، وإيتاء ذي القربى بالياء مكان الكسر، وأولئك ونحوه بالواو مكان الضم لقرب عهدهم بالخط الأول. القاعدة الثالثة في الهمز: يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله أولا أو وسطا أو آخرا، نحو إذن لي وأؤتمن والبأساء واقرأ وجئناك وهيئ والمؤتون وتسوؤهم إلا فادارأتم ورئيا والرؤيا وشطأه فحذف فيها، وكذلك أول الأمر بعد فاء نحو فأتوا أو واو نحو وأتمروا، والمتحرك إن كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالألف مطلقا نحو أيوب وإذا ألو سأصرف فبأي سأنزل إلا مواضع أئنكم لتشهدون أئنكم لتأتون والعنكبوت أئنكم لتكفرون أئنا لمخرجون أئنا لتاركو أئنا لتاركو أئن لنا في الشعراء أئذا متنا أئن ذكرتم أئفكا أئمة لئلا لئن يومئذ حينئذ، فكتب فيها بالياء قل أنبئكم، وهؤلاء فكتب بالواو من سورة البقرة، وإن كان وسطا فبحرف حركته نحو سأل سئل، نقرأه إلا جزاؤه الثلاثة في يوسف، ولأملأن وامتلأت واشمأزت واطمأنوا، فحذف فيها وإلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبله أو ضم وكسر ما قبله فبحرفه نحو بالخاطئة فؤادك سنقرئك، فإن كان ما قبله ساكنا حذف هو نحو يسأل لا تجأروا إلا النشأة وموئلا من سورة الكهف، فإن كان ألفا وهو مفتوح فقد سبق أنها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها، إذ الهمزة حينئذ بصورتها نحو أبناءنا، وحذف معها أيضا في قرآنا في سورة يوسف والزخرف، فإن ضم أو كسر فلا نحو آباؤكم آبائهم إلا وقال أولياؤهم إلى أوليائهم إن في الأنعام، إن أولياؤه في الأنفال نحو أولئكم في فصل، وإن كان بعده حرف يجانسه فقد سبق أيضا أنه يحذف نحو شنآن خاسئين مستهزئون، وإن كان آخرا فبحرف حركة ما قبله نحو سبأ شطأ لؤلؤ إلا مواضع تفتأ يتفيأ أتوكأ لا تظمأ وما يعبأ يبدأ ينشأ ويدرأ من سورة النور، نبأ من سورة إبراهيم، فقال الملأ الأول في قد أفلح والثلاثة في النمل، جزاؤه
في 5 مواضع، 2 في المائدة وفي الزمر والشورى والحشر، شركاء في الأنعام وشورى يأتيهم أنباء، والشعراء علماء فيه من عباده العلماء الضعفاء في إبراهيم وغافر. في أموالنا ما نشاء من سورة هود، وما دعاء في سورة غافر، شفعاء في الروم، إن هذا لهو البلاء المبين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.